مبطلات الصلاة يعني أشياء إذا فعلها المصلي تكون الصلاة باطلة ولا بد من الإعادة. إنزا لامز دو دي أشتغلهم شغلات يتردو إلامز دو دي أشتغلهم شغلات عمل شاش إلامز يودا دي يستو. الأول أن يتكلم متعمدا عالما تحريم الكلام في الصلاة. دو حرا إذا لامز دي أشغل شعاق أميادر إقاميال شخاق مشتو قاميادر إقاميال دا الثاني أن يتحرك حركة كثيرة حتى ترى وتظن أنه غير مصلي من كثرة ما يتحرك لغير حاجة. تعقدها حشت دوتش هنا حشورته شورته دوجيني شر ميتا غويلر إذا حمطي حشت هنا يدق تو يدعيسه حويش تو يدق ميجينش ميتا غيوشة إلا مزدي شورته الحمد خيطل. نعم والانحراف الكثير عن القبلة يعني انحرف يمين أو يسار. يخا قبلة قبلة جرا شورت تعبير زن خلر ديك. نعم وكذلك انكشاف العورة وهذا يحصل غالبا في من يصلي في البنطال عندما يركع ويسجد. يخا اشتا عورة بوشيلر إذا أقر دق حنجر دولشتو فوتبول كي خشي يغلامز ديش بول جارخ سجود دينش خنا بوك بوش بولتون. وانتقاض الطهارة إذا انتقضت الطهارة مثلا خرج منه ريح انتقضت الطهارة لابد يخرج يتوضأ ويأتي عيد الصلاة. يخا لامز دور يسلي تون لامز كرر ديالي شا لامز دي أشوال شانها يخا شي لامز كرر دوخشا لامز جر أرى أولي لامز يغدو يغدو. الضحك الأكل الشرب من مبطلات الصلاة. ويلر لامز دوغشتو يهو يأم يأرى تعمالر تو لامز دوغشتو وديشتو.